عايز اوريكم في تقرير النهارده الفيفا عملوه. التقرير ده بيعكس الكلام اللي انا بقوله. تقرير مهم جدا على فكره. وتقرير بيترجم الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. ان ليه الاهلي بيفوز بالدوري في مصر فأكبر عدد ممكن من بطولات الدوري. في ناس ممكن زملكاويه تتكلم تقول لك ايه ان المجاملات وان كذا وكذا وكل الكلام ده كله، لكن انا هكلمكم في الكوره. ليه الفيفا عملت تقرير؟ الفيفا يصدر تقريرا حول مستويات التنافس في كره القدم حول العالم، اظهر ان مصر هي اقل دوله على صعيد التنافسيه في قاره افريقيا. مصر اقل اكتر دوله في افريقيا كان ليها بطل واحد في اخر 15 سنه. تبعا للتقرير لم يفز فريق واحد بالدوري المحلي في المواسم الخمسه الاخيره سوى في دولتين فقط. ده تقرير من الفيفا يا جماعه لسه طالع النهارده. هما مصر التي شهدت تتويج الاهلي في تلك المواسم، وغينيا التي شهدت هيمنه محليه مشابهه لفريق هرويا. في ال 15 عاما الاخيره تصدرت مصر ايضا الدول التي شهدت اقل عدد من الانديه فوزا بالدوري المحلي، حيث فاز بالدوري فريقان فقط هم الاهلي 12 لقب والزمالك لقب، والغيت المسابقه في موسمين. والى جانب مصر لم يحدث الامر ذاته فوز فريقان فقط بالدوري المحلي في اخر 15 عاما سوى في دولتين فقط هما السودان الهلال والمريخ ومالي استاد مالي وجوليبا. وانفردت مصر بفوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب، حيث لم يفز اي فريق في افريقيا ب 12 لقبا في اخر 15 عاما. مصر شهدت ايضا فوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب المتتاليه في الموسم مواسم ال 15 الاخيره، وكان من نصيب الاهلي بستة القاب متتاليه، وهو الامر الذي لم يتكرر سوى في اربعه دول اخرى هي جيبوتي اريتريا ومدغشقر وليبيا. طيب ترجمت ايه الكلام ده يا جماعه؟ ترجمت التقرير ده الفيفا لسه عامله التقرير ده. مصر هي اقل دوله فيها تنافسيه. الاهلي في معظم المواسم بيقدر ان هو يفوز بالدوري. طيب الاهلي بيفوز بالدوري ليه؟ او اهم الاسباب اللي خلت الاهلي يفوز بالدوري ليه؟ هل عشان الاهلي عنده احسن لعيبه؟ او هل عشان الاهلي عنده احسن لعيبه بس؟ الاهلي طول عمره عنده لعيبه كويسه، والزمالك عنده لعيبه كويسه. الكواليتي، الفرق الكواليتي ما بين الفرقتين ممكن في جيل من الاجيال يبقى هنا ازيد شويه وهنا ازيد شويه. واكبر دليل على كده ان منتخب مصر معظم تكوينه من الاهلي والزمالك بلس المحترفين دلوقتي، صح؟ طيب السؤال المهم والكلام اللي بيقوله الكلام ده راجل زملكاوي اهو، ليه الاهلي وصل لمرحله ان هو بقى خلانا ان احنا مصر هي الدوله الاقل تنافسيه، ان هو بقى بيفوز بالدوري اكبر عدد مرات ممكن في اخر 15 سنه 12 مره؟ ليه؟ لانه افضل الفرق المصريه او افضل الانديه المصريه تعاملا مع الازمات. مفيش فرقه كره في الدنيا ما عندهاش ازمات، لكن الكره مش ملعب بس. تاني، الكره مش ملعب بس، ولازم الناس تتعلم كده. الكره اداره ولعيبه، اداره ولعيبه. الجمهور كده الجمهور هيموت نفسه عشان خاطر الفرقه، وهي بتكسب وهي بتخسر وبتاع، سيبك الجمهور اهم عنصر بس ده قصه ثانيه. اداره ولعيبه. الاداره هي اللي بتجيب الاجهزه الفنيه واللعيبه. لو الاداره غلط كل اللي بعديه ده بيتهد. تقدر تفوز ببطوله وبطولتين شيطاني تفوز بيهم في النص. فالنهارده معظم الأندية المصرية بتتكلم على 90% منها مرت بأزمات إدارية قاسية، أزمات إدارية تهد أي نادي. ناس بتشتغل آخر حاجة عندها الورق والدورة المستندية بتاعت النادي، وناس بتشتغل آخر هم عندها إن هي تدفع الضرايب. فاش الضرايب مش مشكله، سيبك بتوع الضرايب دول، هعمل تليفون لواحد الناس تتكلم ومفيش مشكله، ناجل شويه مش عارف ايه وبتاع. ده معناها ايه بقى؟ اللي بيجي بعدها بيلبس، البس مش مشكله، تتراكم مبالغ كبيره والبس مفيش مشكله. هي ده اسمه ايه؟ سوء اداره. لما النهارده تتعامل مع ملف لعيب اجنبي مثلا ليه مستحقات بشكل خاطئ وتيجي غرامات على الانديه، ده سوء اداره، باد مانجمنت. لما النهارده مدرب بعد ماتش او ماتشين في الدوري تاخد قرار ان انت تمشيه وتهد المعبد، باد مانجمنت،
سوء اداره، صح ولا لا؟ الكوره اداره، افهموني، انا نفسي تفهموا ان الكوره مش ملعب بس، الكوره مش ملعب بس، الكوره حاجات كتير، حاجات كتير، مش ان انت عندك احسن لعيبه وبتصرف اكتر فلوس ان انت تكسب بطولات، لا، ما كانش حد غلب، الكوره اداره، افهموا. الناس اللي بتقعد على الكراسي وبتسيء الاداره لازم تتحاكم، لازم تتحاكم، لانها مش فلوسكم، دي فلوس بلد، مش فلوس خاصه، فلوس بلد، باد مانجمنت. النهارده انديه، عارفين المشكله الاساسيه في نادي الزمالك في مستحقات اللعيبه ايه ولا لا؟ عارفين ايه هي المشكله؟ المشكله ان اللعيبه هتحصل على مستحقاتها او حصلت على مستحقاتها مخصوم منها الضرايب اللي كانت قبل كده ما بتتخصمش، فاللعيبه مش مبسوطه، اللعيبه بتقول لك احنا مش دي الارقام اللي احنا كنا بناخدها، لكن هو ده القانون، هو ده القانون اللي كانت الناس قبل كده ما بتنفذوش. مش مشكله ما ننفذوش عادي، مش مشكله، سيب اللي بعديه يلبس، مش مشكله، هي دي الازمه الحقيقيه. فلان لعيب اجنبي النهارده في هيرنج، جلسه استماع عشان خاطر بتاع، لا يا عم ما بعتش محامي وانا ايه، ما عنديش مشكله وبتاع، واللي بعديه يلبس، مش مشكله، واطلع اقول الزمالك حبي ودمي وقلبي وبتاع، فين؟ حافظ على حقوقه، اللي بيتضر هو النادي. الكره اداره، التقرير اللي عاملاه الفيفا اللي شرحته لحضراتكم ده بيترجم ان 90% من الانديه في مصر عندها باد مانجمنت. ما تزعلوش مني، 80% من الانديه باد مانجمنت. في انديه عارفه ان هي ما بتلعبش على بطوله، ما فيش مشكله، دي اللي هي بتحقق اهدافها، في انديه اهدافها ربحيه، اهداف تسويقيه، اهدافها ان هي تبيع، تطلع لعيبه صغيره وتبيعهم وتصرف على نفسها، لكن بتكلم على الفرق الكبيره اللي هي بتنافس على بطوله الدوري، في باد مانجمنت. في باد مانجمنت. افهموا، لازم الناس تفهم، ولازم الناس تصحى. لازم الناس تصحى. مفيش استقصاد، انسوا كلمة ان في استقصاد من الدولة لفلان وبتاع، مفيش الكلام ده. الكلام ده لما واحد بيعمل، اي حد او مجلس بيعمل حاجات غلط، حاجات غلط في القانون، ما بينفذش القانون وبيعمل حاجات غلط، انت بتدي فرصة للناس انها تتبعك. الكلام ده حصل مع كام نادي؟ مع اكتر من نادي، مع اكتر من نادي، بتدي فرصة ان هي الناس تتبعك. هتيجي تقول لي ما هو الكلام ده حصل قبل كده مع الاهلي وساعه الكابتن طاهر ابو زيد وبتاع، انا معاك، ماشي، انا معاك، وبقول ان الكابتن طاهر ابو زيد ساعتها طلع اول واحد قال ان كان لازم ساعتها مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يتحل، وهو حاول ان هو يعمل كده والدوله قالت لا، لكن انا كراجل، انا في نادي مثلا الزمالك او الاسماعيلي او اي نادي تاني، انا مالي بده؟ طب ما انا امشي صح برضه، لما يكون عليا ضرايب احاول ان انا اقسطها واسددها، لما حصل من الاعضاء فلوس عشان خاطر النادي 6 اكتوبر ابتدي اتحرك فيه واشتغل عشان ما تجيش عليا مخالفات، لما يكون في لعيبه اجانب او لعيبه مشيت ليها حقوق احاول اجيبها واقعد معاها وابعت، وما ابعتش الناس محاميين ولا ابعت ناس ان هي تتفسح وتروح ترجع وتروح وترجع وتقول انا حليت، وفي الاخر الناس اللي بعديه تيجي تلاقي المجاري طفحت، البلاعه اتشالت، المجاري طفحت في وش الناس، لما تيجي تدور في الورق، لما اجي اعمل اعين ناس واشتغل، اعمل دايره مستنديه واعمل ورق مظبوط عشان اللي يجي بعديه يلاقي ورق، في هيكله اداريه، في شغل، في موظفين بتشتغل، مش ناس متعينه مجاملات، حاجات كلها تودي في داهيه. في انديه كبيره انهارت ليه؟ من الكلام ده، من الباد مانجمنت. فالنهارده لازم تفهموا ان الباد مانجمنت او سوء الاداره في اي فرقه كوره او اي نادي ممكن يودي النادي في داهيه.